يقول الله تعالى عليه قلت الجامعة لصاب الإيمان إنه في الجامعة ناجي الله وطلق الرياء. قال رحمه الله قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة أصل كتابه وساق السنة لعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استعصوا. قال الحليمي رحمه الله عن هذا والله أعلم أن من عمل حسنة فصره ووفقه الله لها ويسرها له حتى حصلت في ميزانه فجلس كما يجلس المهنأ فرحا مسرورا بما يرجوه ورحمة الله وفضله أو عمل سيئة فساء خلاه الله تعالى ونفسه حتى عمل بما سوله له الشيطان وجلس كما يجلس المصاب مهموما كئيبا حزينا حياء من الله تعالى وخوفا من مؤاخذته فذلك دليل على صدق إيمانه وخلوص اعتقاده فإن الثقة بالوعد والوعيد لا تكون إلا من قوة التصديق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد رحمه الله وقد جاء هذا التفسير مرفوعا بلفظ المنذر قال إن المؤمن إذا عمل حسنة رجع ثوابها وإذا عمل سيئة خاف عقابها. قال أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان وساق السند رواية أنه قال انطلقت أنا وأخي حتى دخلنا على ربيع بن حسين فإذا هو جالس في مسجده فسلمنا عليه فرد علينا السلام ثم قال لنا ما جاء بكم؟ قلنا جئنا لتذكر الله عز وجل ونذكره معك وتحمد الله ونحمده معك. قال فرفع يديه ويقول الحمد لله إذ لم تقول جئناك تشرب فنشرب معك ولا جئناك لتزني فتزني معك. أعوذ بالله أعوذ بالله. قال أخبرنا أبو حسين بن بشران وساق السند إلى لقمان أنه قيل له أي الناس أغنى؟ قال من رضي بما أعطي. قيل فأي الناس خير؟ قال الغني. قيل غني المال؟ قال لا ولكن الذي إذا طلب عنده خير وجد. قيل فأي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. قال فأما من صرف حسناته من حيث يثنى ويذكر عنه فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما حدثنا أبو الحسن إملاء سبب سند أبي ذر أنه قال رضي الله عنه يا رسول الله رأيت الرجل يعمل لله العمل ويحبه الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشر المؤمن. قال رواه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى شعبة قال قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى أبي ذر أنه قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الرجل يعمل العمل من خير يحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشر المؤمن. قال في رواية شعبة قال قلت يا رسول الله رجل يعمل العمل الصالح والناس يحمدونه على ذلك؟ قال تلك عاجل بشر المؤمن في الدنيا. قال رواه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا أبو الحسين بن مشران وساق السند إلى أبي ذر أنهم قالوا رضي الله عنهم يا رسول الله رجل يعمل لآخرته ويحبه الناس؟ قال تلك عاجل بشر المؤمن. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال فذكره بإسناده مثله. قال أخبرنا أبو بكر بن قرة وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله الرجل يعمل يسره إذا اطلع عليه سره ذلك فلو أعجبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر العلانية وأجر السر. قال يونس ذكر عن أبي عبيد أنه فسره ألا يكون اطلع عليه على عمل سوء. قال أحمد وروى هذا الحديث الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الرحمن السلمي من أصله وساق السند إلى أبي مسعود أنه قال رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعمل العمل أسره فيظهر فأفرح به فقال كتب لك أجران. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى أحمد بن أسد قال فذكره بإسناده مثله زاد أجر السر وأجر العلانية. قال أخبرنا أبو علي الرذبلي وساق السند إلى البجلي قال فذكره بإسناده وبزيادته. جزاكم الله خير. قال الحليمي رحمه الله ماشي أكملها. قال روى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال معناه فإذا اطلع عليه سرني ليقتدى بي ويعمل مثله عملي ليس أنه يسره أن يذكر ويثنى عليه. قال وإنما هو كقوله صلى الله عليه وسلم من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وكما روي أن رجلا قام من الليل يصلي فرآه. يا أخي الله يهديك قف يا أحمد أنا قلت أكمل هذه فقط. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب بيان القاعدة العامة في هذا الباب هو أن المؤمن له علامات ومن أعظم علامات المؤمن أنه تسره حسنته عندما يطيع الله جل وعلا عندما يقرأ القرآن عندما يرى بكاء نزل منه وانهمر وهو لا يدري إلا حلاوة في قلبه تسره جدا حالته وعندما يسيء عندما يخطئ دموعه أيضا تنهمر لكنها تكون حارة جدا مما يكون من المعصية التي تغلي في صدره ويعلم أنه تجاوز الخط والحد بينه وبين ربه جل في علاه فيتراجع فيؤوب فيتوب فيسرع الفيئة لربه جل في علاه ويكون بذلك عبدا أوابا. وتسيئه جدا سيئته. هذه علامة الإيمان، العلامة العامة للإيمان. والعمل لابد أن يكون في السر، هذا هو الأصل. الأصل أن يكون باطنك أعظم بكثير من ظاهرك، والأصل أنك تخفي أعمالك عن الناس لأنك تخشى على نفسك من أن تمدح فيدخل في قلبك المدح فتحسن وتزين العمل من أجل هذا المدح، فتكون بذلك قد وقعت في المحظور الأكبر. وقد قال الله تعالى مهددا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته هو شركه. الشخص خبر عن الله وليست صفة. الشخص ما رأيت شخصا أغير من الله، يعني هذه على الخبر لا على الصفة. أقول إخوتي الكرام، فالمؤمن من سرته حسناته وساءته سيئاته، والمؤمن هو الذي يستسر بعمله. الأصل أنه يستسر بعمله، يحاول قدر الإمكان ألا يظهره، لأنه لا يدري تقلبات القلب، وأنه كما قلت حتى إن كان داعيا لله فهو في خطر عظيم، لأنه يمكن في دهر بعيد يدعو لنفسه ما يدعو لله جل في علاه. ومحك الأمر اختبار الله للعبد في هذا الباب. ما كان يشاء أن يعطيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الغرض المقصود الأصل أن يخفي عمله وأن يستسره، لكن يأبى الله عليه ما دام صادقا مع ربه جل في علاه، يأبى الله عليه إلا أن يظهره حتى ولو أسر سريرة. وما أسر عبد سريرة إلا جعلها الله في فلتات لسانه وأيضا في طرفات عينه. فالغرض المقصود المرء في هذا الباب. نعم، رضي الله عنك، أحبك الله دعفتنا فيه، وأنا فوق ذلك أيضا، وأنا فوق ذلك، رضي الله عنك وأحسن الله عليك، أحبكم الله. أقول إخوتي الكرام، فإذا يسر المرء بعمله، فإذا أظهره الله جل وعلا فسره بذلك، فهذا هو المؤمن. وهذا معنى الإيمان الحق، أنه يجتهد اجتهادا عظيما إلى أن يسر بأعماله فلا يظهرها، فإذا أظهرها الله جل في علاه أسعده ذلك. لما أسعده؟ أسعده لأن الله هو الذي أظهرها، والمؤمن علامته أنه يوفق لعمل الخير، فيكون بذلك يعني على الإيمان الحق. والمحبة في الله هي أعظم من أعظم ألوان القلوب أنسا، أن تكون المحبة غامرة في الله بين المؤمنين، لأن الله تعالى قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المؤمن من سرته حسناته وساءته سيئاته، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الأصل في المؤمن أنه يخفي أعماله، لكن الله جل في علاه يجعلها علانية جزاء وفاقا وأجرا طبقا. على المرء أن يراعي قلبه، فإنه يتقلب كثيرا، فلا يتقلب على طاعة الله، إنما يكون مستقيما على طاعة الله جل في علاه وحب الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.